بيت الثقافة في سبها فتح أبوابه احتفالا بافتتاح الصالون الثقافي بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والموسيقيين. حفل افتتاح الصالون الثقافي تخللته فقرات فنية أحيتها فرقة زرياب للموسيقى العربية، فضلا عن أسبوحة شعرية وقصصية قدمها هواة الشعر والأدب، إلى جانب عرض مجموعة من المنتجات المستوحاة من التراث الليبي. من إضافة للثقافة ومنبر من منابر المعرفة والثقافة للمحافظة على موروثنا الثقافي الجميل، ودعوة إلى نبذ خطاب الكراهية ولاستغلال الصالون الثقافي لنشر الثقافة الإيجابية. الهدف من تأسيس وافتتاح هذا الصالون هو تنمية القدرات وممارسة الهوايات الثقافية، إلى جانب اكتساب مهارات في الاتصال والحوار وتبادل الخبرات وتكوين صداقات جديدة. احنا اليوم هنا في سبها في مكتب الثقافة سبها سعيدين جدا بافتتاح الصالون الثقافي في المكتب في ظروف صعبة، وفي مدينة اليوم زي سبها يعني من الصعب جدا تجد حد يتكلم عن الكتاب ولا عن ثقافة ولا عن قراءة ولا كذا، لدى بها الخلية اللي تشتغل هنا في مكتب الثقافة. الصالون مثل فرصة ومكانا للقاء بين الأدباء والشعراء والكتاب في المجال الثقافي من مختلف الأعمار والشرائح بالمجتمع، وهذا أمر جيد في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد.